إذن عدنا من جديد ومستمرين، ورح ننتقل الآن إلى عالم التطوع ونتحدث عن جائزة رائعة جدا وأسبوع بفصلنا عن الموعد النهائي للتقدم إلى جائزة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للعمل التطوعي. هاي الجائزة اللي بتشهد إقبالا طيبا وبتهدف إلى أو تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الشباب على تحمل مسؤولية وأيضا رفع الوعي المجتمعي في هذا المجال. بنشوف شبابنا الأردني مبدع في عالم المبادرات والإقبال لهذا السبب هو عالي جدا لهذه الجائزة. يسعدنا أن يكون معنا الناطق الإعلامي لوزارة الشباب أماني المجالي. بنحكي لك صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير. صباح أهلا الخير. وسهلا فيكم. صباح. أهلا وسهلا فيك معنا ونورتينا بيوم جديد. كتير بنكون مبسوطين بإطلاق جوائز للعمل التطوعي، فعلا بتشجع شبابنا وشاباتنا يشاركوا بالأعمال التطوعية. خلينا نحكي بالبداية عن أهمية هذه الجائزة وبعدين بنحكي عن الموعد النهائي لاستلام ترشيحات الجائزة. أكيد. صباح الخير لكم وشكرا على استضافتنا اليوم للحديث يمكن عن أسمى جائزة تقديرية بالعمل التطوعي اللي هي جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. اليوم يعني يمكن دائما بحب أحكي أنه التطوع مش إشي جديد على مجتمعنا الأردني، يعني التطوع جزء من ثقافتنا، جزء من نسيجنا المجتمعي. التطوع دائما 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 موجود، عشان هيك دائما بنحكي عن الشعب الأردني شعب النشامة، شعب الفزعة، أهل الخير. اليوم أهمية هاي الجائزة، إحنا صراحة كتير في أهداف لهاي الجائزة، يمكن كان من أبرز أهدافها اللي هو تعزيز ثقافة التطوع. يعني اليوم الجائزة ليست فقط تكريم، هي الجائزة بتهدف لتعزيز ثقافة التطوع بين المجتمع الأردني، تسليط الضوء على المبادرات التطوعية المجتمعية اللي لها أثر، اللي هي دائما بتكون دائما تعمل بصمت، دائما بتكون لأنها لا يعني ما بتنتظر أي مردود. فهاي دائما المبادرات التطوعية تكون تعمل بعيد عن الإعلام. اليوم إحنا بالجائزة بهمنا أن نسلط الضوء عليها، نكرمها من خلال سمو ولي العهد. أعتقد العدد كبير جدا للمبادرات التطوعية الموجودة. بنشوف أيضا مؤسسة ولي العهد اللي منبثق عنها العديد من البرامج والأعمال التطوعية، بالإضافة إلى كافة المؤسسات اللي بتسعى للعمل التطوعي. نتحدث عن الموعد الأخير لاستلام الترشيحات لهذه المسابقة، وأيضا عدد، يعني هل هناك عدد معين للمبادرات التي يجب أن تكون مترشحة في هذه المسابقة؟ يعني اليوم أكيد في شراكة حقيقية وفاعلة بين وزارة الشباب ومؤسسة ولي العهد ومجموعة من المؤسسات الوطنية في تعزيز ثقافة التطوع، وخاصة في مجال جائزة الحسين للعمل التطوعي. اليوم يعني إحنا فخورين بالأردن باستحداث مؤسسة ولي العهد لمنصة نحن للعمل التطوعي. هاي المنصة اللي هي تمثل يعني منصة وطنية لتطوع الشباب، لمشاركة الشباب في الحياة العامة، واللي بتضم يعني ما يفوق 170 ألف متطوع. فيما يتعلق بالمتقدمين للجائزة، يمكن هاي الجائزة في دورتها الثانية عم نستقبل طلبات الترشح، لكن بقدر أحكي لك بالدورة الأولى يمكن تقدم 25 ألف متطوع من أفراد، من مؤسسات، من فرق جماعية. وإن شاء الله يعني في هاي الدورة بنسعى للتوسع أكثر ونسعى لشاركنا أكبر عدد من المتطوعين في المملكة. حلو كتير. احكي لنا أكثر عن الجائزة، فئة الجائزة، وهل ممكن فرد هو يأخذ الجائزة ولا مؤسسة؟ أكيد. يعني اليوم فئات الجائزة المستهدفة هم أربع فئات: فئة الأفراد، فئة المؤسسات الربحية، المؤسسات غير الربحية، وأيضا فئة الفرق الجماعية. بهاي الفئات يعني سيكون هناك 12 جائزة، لكل فئة من هاي الفئات ثلاث جوائز، يعني ثلاث مراكز أولى ثانية ثالثة. فاليوم في فرصة للأفراد، وفي فرصة للمؤسسات الربحية، في فرصة للمؤسسات الغير ربحية، وأيضا هناك فرصة للفرق الجماعية للمشاركة. الكل يعني حيكون مبسوط. أكيد أكيد. يعني اليوم هي اليوم بهمنا التوسع بثقافة العمل التطوعي، وأيضا التوسع في تكريم الجهود التطوعية المنبثقة عن مختلف الفئات. لكن يمكن يعني بجدر أنه أنوه أنه اليوم في مجالات محددة العمل التطوعي. احنا دائما بنحاول نبعد، او مش نبعد يعني بنحاول نتوسع في العمل التطوعي عن المجالات التقليديه. يعني كثير ما عرف العمل التطوعي بدهان اطاريف، بحملات نظافه. اليوم العمل التطوعي اكيد بمجال أكبر، في بالتعليم تطوع، بالتدريب تطوع، بالصحة تطوع، بالفن والثقافة هناك تطوع، بالمجال السياحي تطوع. فاليوم عندنا مجالات متنوعة، وهاي المجالات أكيد يعني تمثل مجالات الحياة، وأكيد كل شخص قادر على أنه يتطوع من موقعه. نعم.
الاحتفاء بالفائزين أو توثيق أعمالهم أو مبادراتهم كيف رح يتم أو شو الجائزة المقدمة لهم؟ أكيد يعني اليوم الفائزين بداية بتكرموا من سمو ولي العهد بدرع تقديري يحمل شعار الجائزة، بالإضافة أنه يمكن كان أول لقاء لسمو ولي العهد مع لجنة مجلس أمناء الجائزة وإدارة الجائزة أنه يكون هناك في تواصل مباشر مع الفائزين مع المتأهلين المتطوعين، لحتى اليوم أي مبادرة تطوعية نقدر أنه نساعدها بأنها نشبكها مع جهات داعمة. يمكن تطوع إحنا غير ما بنستنى مردود مادي، لكن صح. أو أوقات التطوع بحاجة لدعم مالي صح. بحاجة لدعم لوجستي من تنقلات من مواصلات من موارد بشرية. فاليوم كانت توجهات سمو ولي العهد أنه بده يضل في تواصل مع المتطوعين مع الفائزين، نسمع منهم شو بحاجة شو بنقدر نساعدهم سواء من دعم فني لوجستي أو سواء من تشبيك مع المؤسسات الداعمة. حلو، احكي لنا أكثر عن المواصفات المفروض أنها تكون بأي عمل تطوعي وشروط، هل في شروط معينة؟ طبعا. يعني هي شروط بسيطة، اليوم كان في شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة أكيد أنه يعني اليوم العمل التطوعي أن يكون نفذ بالأردن، يعني اليوم عم نحكي عن أعمال تطوعية داخل المملكة الأردنية الهاشمية ومن أشخاص مقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. تمام. اليوم عم نحكي عن عمل تطوعي أنه يتناسب مع التشريعات والقوانين. اليوم عم نحكي عن عمل تطوعي أنه يكون يعني مبني على خطط. اليوم ما عم نحكي عن عمل تطوعي ساعة وانتهى، يوم وانتهى. عم نحكي عن عمل تطوعي له أثر مستدام بالمجتمع، الاستمرارية. يعني اليوم مدى كمان مدى العمل التطوعي مدى ملائمته مع الاحتياجات المجتمعية. يعني اليوم هل في مثلا مجموعة أشخاص بقرية معينة بمدينة معينة شافوا أنه اليوم مثلا في حاجة لتدريب أبناء القرية في اللغة الإنجليزية، فعملوا مثلا برنامج تطوعي لتدريبهم. يعني قدي لائم التطوع الاحتياجات المجتمعية وقدي مردود أو أثر العمل التطوعي والفئة المستهدفة منه يعني بتكون أوسع. فهي عبارة عن يعني مجموعة من الشروط اللي هي بتتعلق بالتخطيط، بتتعلق بالتنفيذ، بتتعلق بالاستمرارية، بتتعلق بأنه يكون يعني إذا كانت مؤسسة ربحية أو غير ربحية أن تكون مسجلة ومرخصة. يعني في مجموعة من الشروط العامة والخاصة بس لكنها بسيطة، ويعني ندعي الكل أنه يقدر يطلع عليها. هون نتحدث عن دور وزارة الشباب لترويج هذه الجائزة، وأيضا إذا أي حدا بده يستفسر من المتطوعين من خلالكم كيف بتم أو شو الآلية؟ يعني اليوم وزارة الشباب ومؤسسة ولي العهد يعني خلال الفترة الترويجية للجائزة يمكن قامت بشكل أكبر بزيارات ميدانية في كل المحافظات لحتى تعرفهم على الجائزة وآلية التسجيل. اليوم أكيد ندعي كل المتطوعين أنهم بيقدروا يزوروا موقع الجائزة وبيقدروا يتقدموا بالطلب، بالطلب موضح الشروط الوثائق المعززة لطلبهم. وأكيد إحنا ندعي الجميع بالتواصل يعني مع مكتب الجائزة وأيضا مراكز شبابية بالمحافظات، مكاتب مؤسسة ولي العهد بالمحافظات، جميعها مفتوحة ويوجد هناك متطوعين للمساعدة بالتسجيل. قد إيه محظوظين الأشخاص اللي راح يحصلوا على الجائزة؟ يعني كنا عم نتحدث أنا وإبراهيم ببداية الحلقة قد إيش في شركات ومؤسسات لما بنقدم السي في ونكون كاتبين أنه إحنا بنحب نقوم بالعمل التطوعي بناخذ الأولوية صراحة بالتعيين، وبيكون لنا نظرة مختلفة عن الأشخاص اللي ما بيقوموا بأعمال تطوعية. فما بالك لما بيكون في كمان جائزة ودرع من ولي العهد، قد إيه محفزة لإلهم؟ صحيح. يعني يمكن إحنا بعد ما التقينا بالفائزين كان الكل عم بيحاول يطور بشغله أكثر، وكان بده يعمل كمان نقلة نوعية على عملهم التطوعي أو مشروعهم التطوعي لحتى يقدروا ينافسوا بالجائزة على في يعني سنوات مقبلة. فاليوم أكيد هاي الجائزة أو شيء هي حافز لهم تقدير لعملهم. يمكن إحنا هذا الإشي خلانا شوي بوزارة الشباب نفكر بأنه اليوم يكون في حوافز للمتطوعين. هاي الحوافز أكيد غير مادية لكنها على الأقل تكون معنوية، زي ما حكيت ممكن يكون لها نقاط معينة خلال التوظيف، ممكن يكون لها يمكن يعني صار في اتفاقية تعاون ما بيننا وبين وزارة العمل من خلال صندوق التنمية والتشغيل أن يكون هناك
تسهيلات أكثر للمقترضين من المتطوعين. حتى بيكون عندهم مهارات مش موجودة عند الأشخاص العاديين بالتعامل مع الأشخاص التانيين. بالضبط، يعني التطوع هو مش بس عمل وبينتهي، هو عمل بيعطيك مهارات، بيعطيك ثقة، بيعطيك تشبيك مع المجتمع المحلي اللي أنت فيه، بيعزز عندك الانتماء. يعني دائما التطوع أول كلمة دائما بنحكيها هي عطاء، هي إنسانية، هي انتماء. وللأمانة يعني شبابنا الأردني دائما كان محل يعني هذا التقدير. يعني شفنا خلال جائحة كورونا الشباب ساعدوا بشكل كتير كبير في مراكز التطعيم، ساعدوا كبار السن، كانوا دائما هم عندهم الحماس الأكبر لأنهم يبادروا بالتطوع. صحيح، بالتأكيد. وأعتقد بأنه التطور اللي بيشهده العالم بكل مناحي الحياة، أيضا هناك تطور في مجال المبادرات، يعني من العمل التطوعي التقليدي لا ممكن نتوسع في مشاريع أشمل أو مبادرات أشمل. من خلال اطلاعك على هذه المبادرات، كيف بتشوفي هذا التحول ما بين عمل تطوعي تقليدي كنا نشوفه زمان بالضبط، ولكن اليوم صارت أفكار هناك أو ابتكار في العمل التطوعي؟ يعني حقيقة سؤال مهم. يعني اليوم يمكن إحنا إذا لما استعرضنا تقرير الدورة الأولى للجائزة، إحنا ما شفنا 13 فائز، إحنا شفنا ما يفوق 500 ألف ساعة تطوعية نفذت من المبادرات التطوعية اللي تقدمت. شفنا 4000 مبادرة تطوعية تقدمت للجائزة واستكمل طلبها. فعليا كان لها أثر كتير كبير. فعليا جزء كبير منها وظف التكنولوجيا في مبادرته. يعني هي كانت عبارة عن فكرة، والفكرة تطورت إلى مبادرة ومشروع، وهذا المشروع صار عم بنتشر بمساحة جغرافية أكثر وعم بيستقطب متطوعين أكثر. شفنا كثير مبادرات وظفت التصميم الجرافيكي، وظفت التكنولوجيا، وظفت المهارات الرقمية بشكل كثير كبير. فأكيد يعني أكيد لاحظنا قد ايه هذا التطوع عم بيواكب التطور التكنولوجي، عم بيواكب التطور العالمي. أعتقد هلا عم بيواكبوا الذكاء الاصطناعي أيضا. وهلا يعني أكيد فرصة يواكبوا الذكاء الاصطناعي. صحيح. الأشخاص اللي عم بيحضرونا هلا وما كانوا عارفين عن المسابقة بيقدروا يشتركوا بهالأسبوع اللي ضايل؟ طبعا، يعني احنا 8 أيام بفصلونا عن تسجيل الجائزة. بنشجع كل المتطوعين، احنا أفراد، مؤسسات، فرق من كافة الأعمار أنهم يسجلوا بالجائزة، وأنه يعني اليوم يشاركونا مبادرتهم التطوعية. يمكن الجوائز يعني قد تكون محدودة، لكن اليوم مشاركتهم هي بحد ذاتها يعني فوز. يعني بالنسبة تكريمه أيضا من سمو ولي العهد، هذه لأنه سمو ولي العهد دائما بركز على صقل المهارات عند الشباب خصوصا في مجال العمل التطوعي، وبنشوف مؤسسة ولي العهد جهودها في هذا المجال. فأعتقد هذه المبادرة أيضا أو هذه المسابقة ترجمة لهذه الرؤية الملكية. رح يعني نتمنى لكم أكيد التوفيق، وبنشوف أيضا نتائج هذه المسابقة، رح نضل متابعينكم. وبدنا نشكرك على وجودك معنا اليوم. نشوف كمان مين أكثر إحصائية شباب ولا الصبايا. أكيد في منافسة هاي لازم نعرفها. أكيد. نشكرك الناطق الإعلامي لوزارة الشباب أماني المجالي. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. كل التوفيق لكم.